فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا أجنب الرجل أو المرأة قبل النوم ثم أراد النوم، فكيف يأتي بأذكار النوم وقد يتخللها آيات وأدعية؟ إما أن يغتسل، هذا أكمل، وإلا على الأقل يتوضأ عند النوم ويأتي بالأذكار ويتجنب الآيات، يأتي بالأذكار التي ليس فيها آيات. نعم. فضيلة الشيخ، ولو قرأ بعض الآيات من غير إرادة التلاوة، إذا قرأها من غير إرادة التلاوة فهذا لا بأس به. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.